حنا طلعنا على المحضر ديال الامر بالاحضار ديال امل هواري اللي يبان هو انه الضابطه القضائيه ايفيكتيفمون لقاتها في الدار ديال الابن ديال الاستاذ نقيب زيان في نفس العنوان ديالو فهذا ولقاو الزوجه ديالو طرقوا الباب ودخلوا الشرطيات والعامدات الشرطه واستأذنوه وفعلا لقاوها في الكفر ديال السياره في الدار ديال الاستاذ النقيب محمد زيان وهذا يدل على شيء تيدل الان على شكون اللي كان تيأثر على المحاكمه وتيعرقلها وتيأثر الشهود هذا محضر ديال الضابطه القضائيه حتى هو لا يطعن فيه الا بالزور هذا الامر بالاحضار اللي تنفذ ديال امر بالهواري بان بالضبط فين كانت وعند من كانت وهذه افاده ديال الشرطه وهذا العمل هذا ديالهم راه داروه تحت اشراف النيابه العامه. شنو ادوار المحامي انه يخبي؟ لا ما عندوش الحق ما عندوش الحق ما عندوش الحق يخبي الشهود على المحكمه وما عندوش الحق يساهم في عرقله المحاكمه. بيان سور كاينه في القانون الجنائي المغربي كيعاقب على داك الشيء كيعاقب على داك الشيء كيعاقب على هذيك المسائل.